السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة صرف سعادة لمصدر من التعليم السياسي التعليم النظام لينكس في الحلقة 27 ومن القسم الثاني أو الحلقة الثانية للتعلم الـ VI Editor أو محرر الـ VI. قبل أن نبدأ بكل شيء أحب أن أبدأ في مقدمة كما عودناكم ونصيحة. أحب أقول أنت ونحن جميعا لدينا قوة خفية وهي حب المساعدة والخير، وكذلك جميع مخلوقات الله سبحانه، وأيضا وساعد قدر الإمكان لتجد من يساعدك، ومن يساعد بدون حساب يجزى من الله بدون حساب. الآن انتهينا من المقدمة، كانت طويلة بعض الشيء أليس كذلك؟ الآن نبدأ في المفاهيم التي سوف نتعلمها وسوف نقوم بتطبيقها على الملف الذي قمنا بالتطبيق عليه في الحلقة 26، وهذا الملف سوف يرافقنا في 4 حلقات تقريبا لتعلم الـ VI أو أكثر. لدينا العلامة التالتة تعني change lower case to capital letter. لم أفهم، الآن نقوم بتطبيقها للتوضيح الأول. الآن قمنا بفتح هنا، الآن للفتح أيضا نقوم في كتابة الـ VI file، والآن قمنا بفتحه، وثم الآن نقوم في كتابة الـ tilde من استخدام Shift و tilde. كما تشاهدون الحروف تتغير إلى الكابيتال، كما تشاهدون في هذا السطر. الآن التلدة تكون فوق الحرف الذال في العربية، والباكود في الإنجليزية أو في الكيبورد الإنجليزي نقوم بالنقر على شيفت و ثم التلدة كما ترى. للرجوع نقر يو، وتظل لنا إلى أن تظل لنا هذه العبارة لنتأكد. الآن قمنا بأخذ التلدة A space and insert mode. A نقوم في عملها هنا. A small كما ترى تأخذ space أو فراغ وثم insert mode. الآن نقوم بتطبيقها من خلال كلمة B بعد B و A. الآن قام بالدخول إلى insert mode بعد ال O حرف ال O هنا. فما فرق عن الـ I؟ لأجيبك الآن في هذا الفيديو، الـ I عندما تقول I تدخل إلى Insert Mode بعد الاسم أو في المؤشر الحالي. I كما تشاهدون هنا نحن في الـ Insert Mode أو مود الإدخال. الآن الـ A تعلمنا ما هي والـ I تعلمنا ما الفرق بينهما، والـ A الكابيتال space to end line and insert mode. أي كيف يأخذنا إلى النهاية، نهاية السطر وثم insert. لا أعتقد، نقوم بالنقر على shift و A لنحاول. كما ترون انتقلنا إلى نهاية السطر بعد الدوت أو النقطة وثم هنا insert mode. وننصحكم أيضا بأن تطبق كل شيء تقرأه، لأن العلم لا يأتي من شخص واحد، أي أنا أقدم لك معلومة وغيري يقدم لك معلومة وهكذا. الحرف الأو هنا أو ليس صفر، أو new line and insert mode. أي ندخل في new line space أعتذر enter مثل انتر، نقوم بالنقر او وهنا انسيارت مدخل اي كما تفعل انتر. الان لنرى في انتر هنا كما تشاهدون ذات بعد الاي المؤشر، عندما ندخل انسيارت مود وانتر يقوم في تنزيل في عمل الاسفل التي أو نقل السطر إلى الأسفل.
الآن نقوم بالنقر U ونذهب إلى نفس السطر ونقر O. كما تشاهدون المؤشر هنا O بعد أي المؤشر وقبل T O. كما تشاهدون لم ينقل السطر إلى السطر، وهذا فرق ال O عن الإنتر. الآن ننتقل إلى O capital أو حرف O capital new line and insert mode up، أي ما معنى up؟ هنا down أي إلى الأسفل و up إلى الأعلى. نقوم بتطبيقها لنتأكد أكثر. shift O، هنا نحن ب insert mode، هنا الخطأ. نقوم بكتابة shift O أي حرف كبير كما ترون، نحن انتقلنا إلى الأعلى لنتأكد كيف، وأصبحنا أيضا insert mode. لنتأكد ننتقل إلى الـ A و O صغيرة الآن كما تشاهدون إلى الأسفل انتقلنا، وهذا هو الفرق. الآن نتعلم الـ X will save and close the file، أي يقوم بحفظ الملف. هنا exit لنخرج من، نقوم بتطبيقها. X small أي حرف صغير كما المكتوب، وبعدها نقول الآن يجب أن يقوم لنا بعمل الريلود أو رفرش. كما ترون السطور وقفت لنا الأسطرة الجديدة. الآن ندخل إلى الملف ونقوم بتطبيق شيء آخر، وهو النقطتين و WQ. قمنا بالتعلم عليه في الحلقة السابقة. يقوم أيضا في الحفظ هنا، نقول O وثم ندخل Insert Mode، نكتب سرمت ساعات مثلا 27 وثم Exit وثم النقطتين وثم W كما تشاهدون في الأسفل بكيوب. الآن إنتر، قام بحفظ الملف. لنتأكد نذهب إلى الملف، نقوم بعمل ريلود أو ريفرش. كما ترون قام بإضافة العبارة. الآن نتعلم طريقة الحفظ عن طريقة الكتابة فقط، ولكن هذا بعد سوف نكمل جميع الأمور ونعود إليه. زد زد أي حروف كبيرة وبدون النقطتين. will save and close notice that no colon أي ليس هناك الفاصلتين. is used in this case أي لا تستخدم في هذه الكيس أو في هذه الأمر أو في هذه الحالة. هنا يحفظ لنا التغييرات ويقوم بعمل close. هنا نقوم في عمل تغيير O، نقوم في نقلة، نقوم بإضافة مثلا W A كي، وثم نقوم بعمل exit، وثم تعلمنا ال z shift z أي حرف كبير، ونقر على الثاني، وهنا أيضا قام بحفظ وعمل exit. نقف في الذهاب إلى الملف reload وتأكدنا كما تشاهدون. الآن لدينا ثلاثة أوامر، ال x وال wq وال z. الآن نتعلم عن الفاصلة أو النقطتين Q وعلامة التعجب. ندخل إلى الملف وثم نقر، أولا نذهب إلى عمل تغييرات، نقر على حرف O كبير Shift O، وثم نقوم بإضافة N B N B N B N. الآن نحفظ هذا السطر بعد السر من ساعة 27 وفوق WAT. الآن نخرج exit وثم نقوم بعمل نقطتين وثم كيوب وعلامة التعجب exclamation علامة التعجب وانتر. الآن هل نعتقد حفظ التغير؟ نشاهد. هل تعتقدون حفظ التغير؟ لا، فلم يأتي ريلود. نقوم بعمل ريلود تلقائيا. كما تشاهدون لا يوجد هنا تغيير. لماذا؟ لأن WQ
لا تحفظ التغيير exit without saving change، أي يقوم بإغلاقها بدون حفظ التغييرات. الـ E وعلامة التعجب نقطتين discard change and reboot file. أوكي، عندما لا نعلم أي شيء نقوم في ترجمته سواء نستخدم translate أو شيء آخر. هنا نقوم في عمل تغييرات، نقوم في البقول إلى insert mode مثلا، قمنا بإضافة دي هنا وأيضا هنا وأيضا نقوم بإضافتها بالكثرة التي يتضح لكم وأشكركم. هنا باعتباره هذا هو النص وأخطأنا في كتابة النص أو مثلا مقال صحفي، الآن نقوم بالنقر على exit وثم من كتابة النقطتين كما تشاهدون في الأسفل و E وعلامة التعجب و Enter. الآن كما تشاهدون هذه التغييرات جميعها قام بإعادتها كما هي. الآن نذهب إلى الملف لنتأكد بدون تغييرات، كما تشاهدون لا يوجد أي تغيير. الآن W علامة التعجب Write to Read Only، سوف نعود إليه لاحقا. N بعد أن نكمل N and Search for any characters A. ماذا؟ هل نقوم في البحث عن الحروف فقط؟ نقوم في البحث عن الحرف. شاهد معي، نقوم بعمل Exit هنا. شاهد معي بعد أن نقرأ على N ظهر لنا U لنخرج في I فايل. هنا عند أن نقرأ على N تظهر لنا العلامة. هنا قمنا بإدخال T وهنا يبحث عن الحرف T، عبر أن نقرأ على N ليقوم بإكمالها. الآن هنا دخلنا إلى السيرش، فكيف نقوم بالبحث؟ نقوم بإدخال السلاش، هنا نعود إلى الكلمة أي بحث فلتي، وهنا نقوم بالنقر على مثلا أي، نحدد أي، كما تشاهدون قام بتحديد أي، نستطيع أيضا من تحديد كلمة أو حروف كثيرة، مثلا أي آر إي، الآن أي. قام في البحث على ARE. هنا أخبرنا تم إنتهاء. هنا ARE في الأعلى متواجدة وفي الأسفل. للعودة نقوم بالنقر على سلاش كما تعلم، كما تشاهدون هنا السلاش لا يحذف، فقط بعد السلاش تكتب الكلمة مثلا دي ومثلا 3 دي ونبحث عليها. الآن بعد انتر الآن أخبرنا لا توجد هذه الكلمة أو هذه الحروف. الآن نقر N سلاش N أو سلاش يقوم في عمل سيرش N للنزول أو البحث عن الحروف والسلاش للبحث. نقوم في البحث عن الأرض كما تشاهدون قام في تحديده انتر، وثم هنا المؤشر R N. انتقلنا إلى هذا المؤشر كما تشاهدون في الاسم، لا أن ننتقل إلى الحروف المحددة. نقوم في عمل N ننتقل إلى الار حرف الار في الفري والان اخرى في سورس وهكذا. الان تعلمنا الان، نعود الى الريد اون. كيف نقوم باغلاق الملف من هنا؟ نعتذر سوف تكون الحلقة مطولة. هنا تعلمنا اكيو علامة التعجب والنقطتين تعني بدون حفظ التغييرات. هنا لنتأكد لكي إن قمنا بعمل أي تغييرات ولا نرغب
في حوضك. الآن نذهب إلى الريدوم، نقوم بإغلاق الملف من هنا الفايل، وثم نذهب إلى الفايل أو الصلاحيات الفايل، نقوم بالذهاب إلى الخصائص وثم الصلاحيات permission، وثم نقوم بعملها read and write، نقوم بعملها read only أي فقط للقراءة. الآن كما تشاهدون ظهر علامة القفل للقراءة فقط، نقوم بالفتح. الآن هنا هل تعتقدون سوف نستطيع من التغيير شيء على الملف؟ لنحق هنا بكتابة H ونجح الأمر لدينا. هنا في كسر قاعدة read only، كلا يا صديق، هنا لا نستطيع من حفظ الملف، لا يوجد فقط الحفظ باسم أو save as. الآن نستطيع أيضا من حذف النص، ولكن من حفظه لا نستطيع من نفس الاسم. الآن نقوم بغلق هنا، بإغلاق أيضا save as لدينا كما تشاهد. هنا أيضا الآن كما تعلمنا لا يوجد حفظ. الآن ندخل إلى الترمينال ونذهب إلى the file، هنا فقط للريد أونلي كما تشاهدون، ريد أونلي يقوم في تحذيرك أي فقط للقراءة، أي تغييرات لا تحفظ فقط تغلق أي يقوم بغلق. الآن نذهب إلى الفايل، لدينا نقطتين W وعلامة التعجب write to read only if possible أي إذا ممكن. نحن في قاعدة الريد أونلي. الآن ندخل إلى insert mode عبر الـ I، هنا كما ترى التحذير في اللون الأحمر في الريد أونلي، نقوم في عمل تغيير. الآن قمنا في عمل تغيير exit، ونقوم بعمل نقطتين W. الآن كما تشاهدون لا يقوم بحفظه، ما الخطأ؟ الآن نقوم في كتابة شيء جديد، النقطتين والدبي وعلامة التعجب. الآن هنا التغيير فوق إتس وبين إتس إنتر. الآن كما تشاهدون قام بحفظ التغيير، عندما نذهب إلى الملف يقوم في طلب الريلود أو الإعادة الريفير كما تشاهدون هنا التغيير عبر W علامة التعجب أولا لكي لا نخطئ، نقطتين W صغيرة وعلامة التعجب. الآن ننتقل إلى الأمر الآخر وهو WQ بدون علامة التعجب، فقط نقطتين with write to file and quit أي يقوم بحفظ الملف. تعلمنا W للكتابة والQ للإغلاق. هنا لنعتذر لعلامة التعجب، هنا يقوم بحفظ read only أيضا if possible إذا أمكن، ويقوم بإغلاق. نذهب إلى فايل لنتأكد، ثم نقوم بعمل دخول إلى insert mode، ونذهب إلى WAT في الأسفل، نقوم بإضافة FFSFS. الآن بعد أن قمنا بإدخال هذا النص مثلا، نقوم في عمل exit. الآن نقطتين WQ، الآن لا يحفظ هذا. إن نقوم بإضافة علامة التعجب يقوم بحفظه للدلالة عن read only enter، قام بحفظ الملف والQ للإغلاق كما تعلم. نذهب إلى الملف يقوم قم بإعادتي أو revert. الآن كما تشاهدون هنا التغيير، وهنا انتهت المصطلحات كافة. وشكرا لكم وشكرا للمتابعة، ومع السلامة إن شاء الله، ومع السلامة، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، ومن سلسلة VI للتعلم مرة أخرى من سلسلة تعلم نظام لينكس.